إيران تمكنت بفعل عوامل متعددة، منها ما أشار إليه الأستاذ ينادم، واقعية العلاقة المتعددة الأبعاد بين العراق وإيران، وواقعية السياسة الإيرانية. تمكنت إيران أن تحتل مساحة ودور مهم داخل العراق. هي أول من اعترفت بالحكومة العراقية، هي أول من ساندت التحول السياسي الديمقراطي، بينما العالم العربي كونه ليس عالم من يؤمن بالديمقراطيات والانتخابيات والانتخابات والتبادل السلمي للسلطة والدساتير التي تؤمن رأي الشارع ويكون الجمهور هو مصدر السلطات، تأخرت عن دعم العملية الديمقراطية، بينما إيران بادرت منذ الأفق الأول لنشأة العملية.